توفي رئيس سامسونج للإلكترونيات ليكون هي الأحد عن 78 عاما بحسب ما أعلنت الشركة الكورية الجنوبية. وكان ليه الذي حول المجموعة إلى عملاق اتصالات عالمي طريح الفراش منذ إصابته نوبة قلبية عام 2014. وقالت الشركة في بيان: ببالغ الحزن نعلن وفاة ليكون هي رئيس سامسونج للإلكترونيات. وأضافت: الرئيس ليه توفي في 25 من أكتوبر، مشيرة إلى أنه كان محاط بأفراد أسرته وبينهم نائب رئيس الشركة جاي ويلي. وتابعت الشركة: الرئيس لي كان صاحب رؤية حقيقية، حول سامسونج من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والقوة الصناعية، مشددة على أن إرثه سيكون أبدياً.